أوقف نادي الجونة سلسلة انتصارات الزمالك بمسابقة الدوري الممتاز بالتعادل معه إيجابيا بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم بملعب الجونة في الغردقة ضمن مباريات الأسبوع 33 للدوري الممتاز، ورفع الزمالك رصيده بهذه النتيجة للنقطة 70 في صدارة بطولة الدوري. وعلى الجانب الآخر استطاع الأهلي تحقيق الفوز على فريق الداخلية والمؤجلة من الجولة 11 للدوري بهدفين دون رد ليرتفع رصيد الأحمر إلى 61 نقطة. أبدى محمد أبو تريكة لاعب منتخب مصر السابق ارتياحه للتصريحات التي أدلى بها معتز مطر المذيع بقناة الشرق الإخوانية عن حقيقة قيامه بشراء أسهم في القناة، وكانت القناة قد نشرت أسماء مجموعة من المشاهير وصفتهم بأنهم ملاك قناة الشرق وأنهم اشتروا أسهما في القناة، وكان من بينهم أبو تريكة. وقال مطر إن أبو تريكة لم يشتري أي أسهم في القناة وأن البعض اشترى أسهما باسم أبو تريكة. أمرت نيابة المعاد اليوم الاثنين بحجز خادمة نيجيرية الجنسية لحين استدعاء ممثل من القنصلية النيجيرية ومترجم لاتهامها بالاعتداء على ابنة عماد متعب لاعب النادي الأهلي وإصابتها بجرح برأسها. واستمعت النيابة لأقوال اللاعب الذي اتهم الخادمة بالاعتداء على ابنته وإصابتها. سخر إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق من المنحة الحكومية في رمضان والتي أعلن عنها وزير التموين والتجارة خالد حنفي البالغ قدرها 7 جنيهات لكل مواطن في بطاقة التموين. وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه على تويتر قائلا: هحط عليهم 3493 جنيه وأسافر للبنان. وتابع ساخرا: هحط بيهم لتر بنزين 95 والمهم 7 جنيه دول شيك مصرفي ولا كاش. واختتم سعيد قائلا: يا ريت السادة المسؤولين في البلد ياخدوا بالهم من تصريحاتهم، مصر أكبر من كده والله. صوت أعضاء الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية بشكل رسمي على تزكية هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية ليصبح رئيسا للأولمبية بعد قرار إسقاط عضوية خالد زين. وجاء التصويت على تزكية رئيس اتحاد الفروسية رئيسا للجنة الأولمبية بإجماع الأصوات بعد اكتمال النصاب القانوني ب 27 صوتا من أصل 28 عضوا لهم الحق في الحضور. تعرض محمد فتحي حارس مرمى أبو قير للأسمدة لإصابة بالغة في مباراة فريقه أمام المنصورة في دورة الترقي للصعود للدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل السلبي. وعاش أحمد الكاس مدرب أبو قير لحظات عصيبة وانهمر في البكاء أثناء سقوط حارس مرمى الفريق بعدما اعتقد الجميع أنه ابتلع لسانه وأصبح بين الحياة والموت قبل أن يتدخل الفريق الطبي ويقوم بإنقاذه. ودع النجم المصري محمد صلاح جماهير فيورنتينا الإيطالي أمس خلال مباراة كييفو في إطار مباريات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الإيطالي. وحرصت الجماهير الإيطالية على التصفيق لصلاح لحظة خروجه بعد تعرضه للإصابة، لا سيما وأنها المباراة الأخيرة له بالدوري ولم يحسم الفريق الإيطالي شراءه بشكل نهائي من تشيلسي الإنجليزي. توج فريق سبورتينج لشبونة ببطولة كأس البرتغال بعد الفوز في المباراة النهائية على سبورتينج براغا بضربات الترجيح بنتيجة 3-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لكل فريق. بهذه النتيجة يحصد المصري رامي ربيعة لاعب سبورتينج لشبونة لقب بطولة كأس البرتغال بعدما شارك مع الفريق في البطولة خلال مباريات الدور التمهيدي. أعلن الأمير عبد الله بن مساعد الرئيس العام لرعاية الشباب عبر صفحات رسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أن الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين سيحضر المباراة النهائية التي تجمع بين فريقي الهلال والنصر الجمعة المقبل بملعب الجوهرة ببطولة كأس خادم الحرمين. وكان الهلال قد صعد إلى المباراة النهائية بعدما حقق فوزا عريضا على اتحاد جدة بنتيجة 4-1 فيما جاء تأهل النصر على حساب التعاون. اعترف رئيس الاتحاد الجنوب افريقي لكرة القدم داني جوردان بأن بلاده دفعت 10 ملايين دولار عام 2008
من أجل استضافة بطولة كأس العالم 2010، ولكنه أكد أن الأمر لا يتعلق بأي حالة بشراء أصوات. ويتهم القضاء الأمريكي الحكومة الجنوب أفريقية ولجنة الترشيح لاستضافة مونديال 2010 بدفع 10 ملايين دولار إلى الترندادي جاك وارنر الرئيس السابق لاتحاد الكونكاكاف مقابل 3 أصوات لصالح جنوب أفريقيا. وبحسب صحيفة ساندي إنديبندنت فإن 10 ملايين دولار التي دفعت خصصت إلى صناديق دعم الكونكاكاف. واصل البرازيلي روبينيو نجم سانتوس تألقه واستعراض مهاراته الفردية خلال مباراة فريق أمام سبورت ريسفيه الذي جمع الطرفين وانتهى بالتعادل بهدفين لكل منهما، حيث راوغ نجم سيليساو 3 لاعبين في منطقة وسط الملعب ثم قام بتمريرة رائعة لزميله.